السلام عليكم، نزلت سيارتي في سيرفس الوكالة وما عندي سيارة ترجعني البيت، فاتصلت على راعي تاكسي بيرجعني. خلونا نتعرف عليه. هذا سامان، والسيارة وصلت. أمورك طيبة حبيبي، مشكور. بعطيك مني للموالح ريال. زيدني ريالين. زيدني 5 ريالات. ستني. توكلنا على الله. توكلنا. روحنا. الشيء اللي بيصدمكم الآن للشباب الطموح الصبور عبد الله الهنائي، هذا سيارة من؟ سيارة أبوي. تشتغل عليها أنت؟ إيه نعم أشتغل عليها أنا. أنت خريج؟ خريج جامعة طابوس وتخصص جغرافيا. كم سنة الحين؟ الحين 3 سنوات. وتمشي نفسك في التاكسي إلى ما؟ الله يكتب النصيب في الوظيفة. ليش لا؟ عبد الله آخر سؤال، إيش اللي يخليك تسوق تاكسي وصابر؟ أكد على نفسي وأصرف على نفسي ولا أطلب من أبوي. أبوي بنفسه وحده ما عنده يعني. إلين ما رب العالمين؟ لا ما رب العالمين يكتب لي النصيب وأتوظف. أخوي عبد الله، رسالتك للشباب اللي قاعدين يدوروا على الوظيفة، يشتغلوا في أبسط الوظائف لحد ما الله يكتب لهم، ويسعوا في هذه الوظائف لحد ما الله يكتب لهم الوظيفة اللي يريدوها. على واللي هم درسوا، واللي هم درسوا من أجل وتعبوا. أكيد. إذا ليش لا أن احنا نشتغل في كل المهن؟ أكيد. ما 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 يعني ما أوقات تحس والله يا أنا ليش أسوق تاكسي؟ لا ليش؟ لا لا بالعكس بالعكس، شغلة أي شغلة شريفة شريفة، ما فيها أي منقود يعني، ما فيها أي عيب، ما فيها أي عذاريب. علينا نسعى ونشتغل من أبسط الأشغال، نوصل إن شاء الله في أحسن الوظائف. الله يوفقك. آمين وفقنا. هذا مثال للشباب الطموح الصبور، تحياتي لكم. روح. من ضمن الهدايا اللي راح نقدمها لعبد الله هدية مقدمة من المها لتسويق المنتجات الطبية. احنا في محطة المها بنعبي بتروله، سيارته فل، يستاهل حبيبي، فل سيارة، ممتاز ممتاز، عادي عادي فل، يستاهل. عبد الله هذا أول هدية لك من المها. كم فيها السيارة بترول؟ أوه الليت والع، خسرتنا. تستاهل حبيبي، تستاهل. شكرا لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية، هذه أول هدية لمن المها. ما مقصرين، نروح نعطي الهدية الثانية. أنا من الداعمين للشباب، وأتمنى بالفعل أن الله يوفقهم ويتوظفوا في أفضل الوظائف وأحسن الوظائف، ولكن ليش لا أن احنا نتلبق بالوظيفة الصغيرة اللي ما رب العالمين يكتبنا الوظيفة الكبيرة. عبد الله أنت تستاهل، مثال للشباب الطموح. أول حاجة هذه هدية لك، هاتف نقال، تستاهل الهدية. وهذه أيضا الهدية الثانية لك، تستاهل يا عبد الله. والورد ما يستاهله إلا اللي مثلك وشراك، وهذا أيضا الهدية تستاهل. نسأل الله لك التوفيق، ويا رب إن شاء الله من نجاح لنجاح، وإن شاء الله في أقرب فرصة باكر واللي بعده تسمعون خبر توظيفكم بإذن الله. نقول ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟